الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على النبي الأمين وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم محبتنا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج الإفتاء المباشر يستفتونك على قناة الرسالة الفضائية. أسعد بكم دائما وأسعد بضيفي في الاستوديو فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن عبد الله السبر. باسمكم وباسم فريق العمل نرحب بضيفنا. أهلا وسهلا بكم شيخ سعد. حياك الله شيخ فيصل، حيا الله الإخوان المشاهدين والأخوات المشاهدات. مرحبا بكم وبأسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام المتاحة على الشاشة. نبدأ بأول صلاة هذه الحلقة من السعودية، أم أنس تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت عندي سؤالين. الأول بالنسبة لصورة البقرة، هل يجوز أني أجزئها في يومين أقرأها، أو يوم أجزئها على أوقات الصلاة بعد الصلوات؟ لأجل ماذا مثلا؟ رقيها أو قصدك كذا للبركة؟ بركة. طيب السؤال الثاني، هل صحة حديث الرسول 70 من أمتي يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب الذين لا يقرؤون ولا يسترقون، صحة هذا الحديث؟ وهل هذا يعني 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ الذين هم بلا حساب، هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون. أيه. وعلى ربهم يتوكلون. طيب هل هذا دليل على عدم طلب الرقية وأنها يعني غير واجبة أو شيء؟ طيب. شكرا. الله يبارك فيك. بدر معلم السعودية. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يمكن أكلم الشيخ الله يحفظك؟ تفضل. أنا أكبر طال عمرك لتكبيرة الإحرام. طيب. أقول الله أكبر. طيب. هل هي صحيح ولا ما هو؟ سمعني شخص قال يا أخي ترى تكبيرك خلاص. أنت تقول الله أكبر ولا الله أكبر؟ الله أكبر. أيوة. وأكبر. وضعه بالواو. طيب. تسمع الإجابة إن شاء الله. شكرا طال. الله يبارك فيك. شكرا جزيلا للإخوة والأخوات جميعا. نبدأ شيخنا بسؤال وصلنا عبر منصة إكس من أحد الإخوة، يقول وقت بداية ونهاية أذكار الصباح والمساء. الحمد لله حمدا حمدا، وشكر له شكرا شكرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد. فالله أسأل أن يجعل هذا اللقاء خالص الوجه الكريم، أن ينفع به المتكلمين والمشاهدين والمشاهدات. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما أذكار الصباح والمساء فيبدأ وقتها بالنسبة للصباح صلاة الفجر، إذا صلى الإنسان يذكر الله. وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في مصلاه بعد صلاة الفجر إلى أن تشرق الشمس يذكر الله عز وجل، والله عز وجل يقول وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. ويجوز أن يقول أذكار الصباح بعد طلوع الشمس، ولكن الأفضل أن يبدأ للنبي صلى الله عليه وسلم. وأذكار المساء بعد صلاة العصر، وتجوز بعد صلاة المغرب. هذه هي الأوقات، وهذا في عموم قوله تعالى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. نعم. هنا أيضا سؤال من أحد الأخوة، يقول إمام أو خطيب في يوم الجمعة لا يقرأ بسبح والغاشية، وهل يعتبر ذلك مخالفة للسنة أو لا؟ النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يقرأ في فجر الجمعة بسورة السجدة ألف لام ميم تنزيل، ويقرأ بسورة الإنسان، ويقرأ في صلاة الجمعة بسبح وبسورة الغاشية. وهذا من السنن التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ومدام أن حكمها سنة فمن فعلها أثيب، ومن تركها فلا شيء عليه. فيسن للإمام أن يصليها، أن يقرأ تلك السورتين سبح والغاشية، ولكن لو لم يقرأ فصلاته صحيحة، صلاة الجمعة صحيحة. سأذنكم استقبال بعض الاتصالات. معنا من السعودية محمد، تفضل. تفضل محمد. أيوة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت أرجو من الشيخ يوضح الآية في سورة الإعراف، يا بني آدم لا يفتنكم الشيطان، إنه إكمالة الآية إنه يراكم وهو قبيله من حيث لا ترونهم، ما المقصود بالآية هذه؟ طيب طيب شكرا لك. الله يبارك فيك. أم أحمد من السعودية تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة أنا عندي 4 بنات وولع، أنا أرملة. طيب. وتوفى ولدي وخر والدي، وأوصيت بوصية أنهم يتقسمونه حسب الشرع والقانون، لكن اللي يبيعونه، اللي بيسكن، اللي بيستثمر، يعني أوصيتي بالبيت؟ ها؟ أوصيتي بالبيت؟ كل أملاكي. لمن؟ لورثتي، بناتي وولد والدي. آه، يعني يعني بناتك وأحفادك من 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 ولدك المتوفى، ها؟ أيوة. طيب. لهن ما بس أوصيت عليهم إن لا يبيعوا ولا يفرقون فيها، اللي بيسكن أو بيستثمر ولا يخليها زي ما هي. يعني ما هو بوقف. لا ما هو وقف. ما هو بوقف. طيب. يقسمون حسب الشرع والقانون. طيب طيب طيب. أيوة. الله يبارك فيك. شكرا. شكرا. أم محمد من تونس تفضلي. ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال الأول، سمعت عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال من صلى سنة الفجر فليضطجع، هل الاضطجاع على طيب ودوم عليه يعني بعد سنة الفجر طيب جايز يعني؟ السؤال الثاني. السؤال الثاني في سنة المغرب، المغرب يعني يقرأ في ذلك عنه قل يا كفر ولقى فيه قل هو الواحد، هل أداهم عليهم أو غير يعني السور في سنة المغرب؟ ها في سنة المغرب. طيب طيب بارك الله الله بارك فيك. شكرا شكرا جزيلا للإخوة والأخوة جميعا. هنا سؤال أيضا من أحد الإخوة وصلنا، يقول لدي أرحام حسب كلامه يقول يتعاملون بالسحر وقد آذوني في ديني ودنياي، وقد نصحتهم أكثر من مرة ولكن لم يستجيبوا، وأنا قطعتهم نهائيا من حياتي حفاظا على ديني قبل كل شيء، فهل آثم على ذلك رغم أني لا أزال أتأذى منهم وأنا قد قاطعتهم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذه مسألة مهمة. هو يقول آذوه بالسحر، ومسألة الاتهام بالسحر هذه مسألة عظيمة وكبيرة من الكبائر، أن يتهم المسلم المسلمة أو المسلمة أو تتهم المسلمة المسلمة أو المسلمة، هذا من أعظم الكبائر، لأنه اتهام وقذفهم بالسحر والعياذ بالله. وربنا عز وجل قال وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فالسحر كفر بالله عز وجل. فاتهام الناس لا يجوز، وإذا كان الأخ السائل لديه بينات فيناصحهم، وإن لم يقبلوا فيرفع أمرهم إلى ولاة الأمر. أما الهجران على أوهام فهذا أمر محرم، لا يجوز، عليك أن تصل رحمك ورحمك وأن تتوكل على الله، ولا تتهم أحدا بالسحر، احذر. والاتهام بالسحر هذا من الأمور التي يستسهلها بعض الناس وهم قلة، ولكنه عند الله عظيم، لأنه اتهام وقذف لمسلم أو مسلمة بلا بينة. ولا يقيم البينة على إنسان بالسحر إلا الله عز وجل ثم القضاة ومن فوضهم ولاة الأمر وفقهم الله. أما كل من آنس أو حس بشيء اتهم أحدا من أقاربه أو جيرانه أو أصحابه فهذا أمر محرم لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال في الحديث الصحيح لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس أموال أناس ودماءهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على المنكر. هذا شرع الله الذي شرعه لنا في التقاضي، فلا يجوز أن نتهم أو نقذف أحد.
بذلك، وإذا كان لديك بينة تناصحهم، وإذا لم يقبلوا ترفع أمرهم إلى ولاة الأمر لأجل الإثبات محله القضاء. الأمر الثاني، لا يجوز لك قطيعة أرحامك ولو جاءك من الأذى منهم، ما تظن أنه أذى من غير قضية السحر، أما السحر فترفع لولاة الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صل من قطعك وأعطي من منعك أو حرمك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وقال ليس الواصل بالمكافئ. فصلة الرحم لا تكون على باب المقابلة، زارك تزوره، أعطاك تعطيه، أهداك تهديه، هذه ليست صلة الرحم. صلة الرحم من إذا قطعت رحمه وصلها. فلذلك قال الله عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا حذرنا من القطيع، فقال لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. والقرآن رغبنا في صلة الرحم، والسنة، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. وقال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه. والآيات والأحاديث كثيرة، فنقول عليك أن تصل رحمك وأن تتق الله وتحذر من هذه الاتهامات، وإذا عندك بينة ترفعها لولاة الأمر ليمنعوا هذا الشر وهذا الباطل، ولكن احذر من الأوهام ومن كلام فلان وعلان تقذف الناس وتكفرهم بلا بينة ولا دليل. أيضا الحكم، هذا الحكم لا يجوز أن يكون إلا عن طريق القضاء. شيخنا، بعض ما يكون من قطيعة بين الناس، بين أقاربهم، يكون مبني على ربما اتهام مثل ما ذكرتم قبل قليل بالسحر، أو كذلك اتهام بأنهم حسدوا ولا عانوا شخصا معينا، ثم يأتي مثلا مفسر أحلام أو قارئ راقي يرقي ثم يقول أتاكم الشر من البيت الفلاني أو من الشخص الفلاني، ثم تحدث المشاكل وتحدث القطيعة والفتنة بينهم. أولا، على من يؤول الأحلام أن يتق الله في المسلمين، وعلى الراقي أن يتق الله ويخاف الله في المسلمين. وهذا من الأمور التي بلي بها بعض الناس وابتلي، فيأتيه راقي ويتكلم بلا علم ولا فهم، وينشر ويوزع كأنه يعطي هدايا، فسحرك فلان أو فلانة ويثير الفتنة، وأعانك فلان أصابك بعين أو فلانة ويفرق الأسرة، وربما فرق البيت، فرق بين الزوجين وبين الأبناء والبنات وبين والديهم، وهذا كله بالباطل. ووقفت على بعض القصص، بل سألني مرة واحدا عن مسألة بأنها رأت رؤيا، وبأن هناك من أولها بأن أهل هذه المرأة أعانوها، فقلت إياك وأخذ هذا الكلام والتسليم به، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر الصديق في تأويله للرؤيا: أصبت بعضا وأخطأت بعضا، فكيف بهؤلاء الذين لا يعرف لهم علم ولا معرفة، وإنما نشروا هواتفهم النقال فجاءوا مؤولين، وبعضهم وضع نفسه في الرقية وليس لديه علم، ثم بدأوا يسوقون من الكلام الذي لا دليل عليه، والذي يفرقون به بين الأسرة، بين من يطيعهم ومن يصدقهم. فالحذر ثم الحذر. أنصح من يؤول أن لا يؤول بين الناس ما يفرق بينهم، وأن لا يؤول إلا بعلم، الذي دخل في التأويل وهو جاهل عليه أن يخشى من الله عز وجل. فالتأويل والفتوى حكمهما واحد، والله عز وجل يقول: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.
جعل القول على الله من أعظم الأمور، أعظم من الشرك، فهو قول على الله وقول على النبي صلى الله عليه وسلم. فيحذر من يؤول وهو جاهل لا يعرف شيء، وأيضا الراقي يحذر ويخاف من الله عز وجل في نشر الاتهامات. وللأسف أن بعضهم ربما وقع في أمور وطوام لأجل أن يثبت أنه يعرف، وأنه حتى أن اللجنة الدائمة أصدرت فتوى في مسألة من أغرب المسائل، أن بعضهم إما يضع يقده يقرأ فيها ثم يضعها عند عين المريض فيقول فتح وسترى من عانك، أو يأخذ الراقي هذا المريض ويدور به في البيت حتى والعياذ بالله يريه هذا المس الذي في هذا المريض والعياذ بالله. وهذه أفتت هي اللجنة الدائمة فيها بأن هذا من الأمور، وهو من التخيل في فتوى قديمة للجنة الدائمة في الإفتاء جزاهم الله خير ورحم الله من مات من علمائنا. فالحاصل أن هذا من الأمور التي حقيقة تثار بها الفتن وتشتت بها بعض الأسر بلا علم وبلا دليل. فالويل ثم الويل ثم الويل ثم الويل لمن دخل في هذه الأمور وفرق الناس. أستاذكم استقبال بعض الاتصالات معنا من السعودية. أم علي تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. معي سؤال. تفضلي. السؤال الأول أقول لك خالتي تصلي على الكرسي، هو حديث في رجلها. طيب. تصلي على الكرسي تجيب في الأرض بس تسوي تحيات على الكرسي. تحيات بس يعني ريض ولا وغواصب صليها على الكرسي. هل الأجر نفسه يوم تسجد ولا؟ وتستطيع تقف طبعا في. أيوة تقف بس التحيات سواها على الكرسي في الصلاة. طيب. والرواسب على الكرسي يعني ما تسجد. طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني الفاتحة عندما تصلي مع الجماعة أحيانا ما تقدر تخلص الفاتحة. مع الإمام يعني ما تقدر تقرأ الفاتحة. أيوة مع الإمام. أيوة كذا على الحال هاري. طيب تسألين يعني إذا ما استطاعت أن تقرأ الفاتحة. أيوة أيوة. طيب طيب. يوصي الإمام وهي عادة. وصيغة الاستغفار يا شيخ. كيف؟ صيغة الاستغفار. طيب. الأفضل استغفر الله العظيم الحي القيوم وأتوب إليك، ولا استغفر الله وأتوب إليك؟ سبق سألتم وأجابكم الشيخ. لكن مع ذلك نعرض السؤال إن شاء الله على ضيف. شكرا لك. أم رندة من السعودية تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت ممكن أسأل الشيخ؟ اسمعك تفضلي. أنا أصلا أجنبية مصرية ومجنسة الحمد لله بعد 50 سنة. طيب. ومعايا 3 بنات وولد. أبوهم الله يرحمه يتوفى وأنا علمتهم. أنا أصلا ممرضة. طيب. وعلمت البنات ما شاء الله ماجستير وبكالوريوس والواد دخل العسكرية. طيب. وجلست مع أبوهم 20 سنة وأكثر. وبعد 4 سنوات تجوزت أجنبي مصري عند أهل مصر. عقد شرعي وكل شيء. ابني راح اشتكى جوزي عشان يطلعه من المملكة ويسحب مني الجنسية. وأنا ما أنا راضية أرضى عنه مرة قلبي واقف من ناحيته. ماني قادرة أدعي له. طيب. وظروفه دلوقتي ربنا اللي يعلم بيها. طيب. اترفض من شغله يعني دخل في قضية أخلاق. طيب طيب. خطب بنت وجلس طيب طيب يعني. طيب أم رندة مثل هذه الأمور التي فيها يعني خصومة هذه ليس محلها البرامج، خصوصا برامج الإفتاء والإعلام عموما. هذه تحل بينكم إما عن طريق القضاء أو الجهات المختصة. فالمعذرة منكم رندة. صلى الله أن يسر أمركم. ما معنى؟ أحمد من السعودية تفضل يا أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الإمام لما نبى كبر تكبير في الحرام ثم يتأخر في قراءة الفاتحة فأسرع في قراءة الفاتحة، أستمر في قراءة الفاتحة أو أنقص في قراءة الإمام قراءة الفاتحة. طيب تمام. نعم. شكرا لك. علي من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل علي. بالله كرم السؤالين. حياك الله. السؤال الأول ولدي يطلع من البيت مسافر
قبل يعني وقت أذان المغرب فيقصر. لا لا اسمعنا من الهاتف الله يسعدك. التلفاز يردد الصوت. ولدي سافر من هنا يطلع من البيت صار أذان المغرب ويجمع ويقصر المغرب والعشاء في المطار فما أدري يعني لا شواب ولا في البيت ولا في المطار؟ هو يطلع الأذان أذان المغرب. طيب طلع أذان المغرب يعني ويجمع ويقصر المغرب والعشاء في المطار. طيب السؤال الثاني ومسافر. هذا السؤال الأول واضح؟ واضح. السؤال الثاني إذا اختلفت النية هل يجوز اختلاف النية الإمام عن المأموم عن الإمام؟ يعني مثلا أنه واحد مسافر ودخل مع جماعة ما يدري هم يصلون الظهر أو يصلون العصر أو المغرب ولا العشاء فكيف الحالة هذه يكون؟ طيب طيب صلاته واضح؟ واضح. شكرا يا شكرا شكرا جزيلا للإخوة والأخوات جميعا. هنا شيخنا من الأسئلة الأخت أم أنس سألت عن قراءة سورة البقرة لأجل البركة ولأجل ما يعني فضل هذه السورة العظيمة. لو فرقت هذه السورة مثلا على يومين أو على ثلاثة أيام يعني لا تستطيع أن تقرأها في يوم واحد هل تنال الفضل أو لابد أن تقرأها مكتملة في وقت واحد؟ أولا على المسلم والمسلمة أن يقرأ القرآن كاملا ويختمه في الشهر 4 مرات 3 مرات مرتين بحد أقصى في الشهر مرة. هذا هو المسنون لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عندما علم أنه يقوم الليل ويصوم النهار فأمره بحزب له من التلاوة فقال أستطيع أكثر من ذلك إلى أن قال إذن في أسبوع ثم قال أستطيع أكثر من ذلك فقال في 3 ولا تختم في أقل من 3 وكما قال صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل قال في سورة الفرقان وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فهجران القرآن هجران التلاوة هجران العمل هجران التحاكم هجران التداوي كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فلا بد من قراءة القرآن. فإذا كانت الأخت السائلة تقرأ سورة البقرة وتترك القرآن وختم القرآن فهذا لا يجوز وهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فعل النبي وهدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ القرآن وأمر عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم بأن يختم في الفترات التي ذكرتها آنفا. أما إذا قرأ الإنسان ورده يوميا ثم زاد بسورة البقرة فله أن يقرأها مرة واحدة في يوم أو يجزئها في يوم أو يجزئها في يومين ويحصل على الأجر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالبقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. فقراءة سورة البقرة مرغب فيه لكن لا يكون مقابل أن يترك المسلم أو المسلمة قراءة القرآن وختم القرآن فهذا لا يجوز ولا ينبغي وخلاف فعل النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. أيضا سؤال الثاني عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. تقول هل يفهم من هذا الحديث أن طلب الرقية فيه يعني محذور؟ أولا هذا الحديث في صحيح مسلم. ثانيا هذا الحديث جاء فيه لفظ وهو غلط وهو لا يرقون وهذا غير صحيح وضعفه الحفاظ والمحققون وذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فاللفظ ولا يسترقون. فإذا جاء الإنسان من يريد أن يرقيه بدون طلب فهذا لا بأس به. وذكر الشيخ ابن تيمين أن الذي يأتي ويرقيك بدون طلب فهذا داخل
في 70,000 ولا ينافي الكمال. قال وهناك ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يطلب الرقية من غيره. قال فهذا ينافي الكمال، ولم يقل بنفي الكمال، لكن لا يكمل فيه الإنسان، يكون عنده عدم كمال في هذا الباب. الحالة الثانية أن يأتي من يرقيه، فهذا داخله في 70، يتبرع من نفسه دون أن يطلب. الحالة الثالثة قال أن يمنع من يريد أن يرقيه، قال فهذا لا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم رقى صلى الله عليه وسلم وأمر عائشة أن تسترقي. الشيخ عبد العزيز بن باز يقول من احتاج للرقية فلا بأس بذلك، ويدخل في 70,000 ملك، في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب. وهذا رأي ابن باز، فأنا ذكرت رأي الشيخ ابن تيمين ورأي ابن باز رحمه الله تعالى رحمة الواسعة. أيضا ذكر ابن باز حتى الكي للحاجة يجوز. هنا الأخ بدأ فيكون على كلام ابن باز الذي ليس له حاجة بالرقية. هذا هو الذي ينافي التوكل والكمال. نعم. الأخ بدر سأل أنه يقول أنكر عليه شخص قال أنك وأنت تكبر الإحرام تقول الله أكبر، أنك كأنك تنطق الألف واوا، فهل الكلام هذا صحيح أم لا؟ التكبير لا شك بأنه رفع لفظ الجلالة، ورفع أكبر الوصف للفظ الجلالة، فيقول المكبر سواء كان مؤذن أو في صلاة منفرد أو مأموم أو إمام أو أي مسلم أو مسلمة في أي عبادة، الله، هذا ضم للهاء في لفظ الجلالة، أكبر، الله أكبر بهذه الصيغة. فإذا زاد الواو أهل العلم يرون أن هذا لا يصح، والأذان لا يتصح فيه الزيادة. وإن كان هناك من أهل العلم من قال لا بأس بذلك وصحح ذلك، لكنه خلاف الصحيح، ولعل الذي قال بهذا القول الشيخ ابن تيمين، لكنه الصواب أنه لا يضع الواو، لا يضيف الواو. يحتاج الإنسان أن يعتاد كما اعتاد على هذا اللفظ. نعم. يعتاد على التعديل وعلى التصحيح. نعم التصحيح. نعم. هنا الأخ محمد سأل عن قول الله تعالى، ونحن في هذا البرنامج برنامج فقهي وليس برنامج تفسير، لكن هو يريد معنى إجمال الآية إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، يسأل عن معنى هذه الآية أو الجزء منها. جاء وصف للشياطين الجن، قالوا سموا جن لأنهم يختفون من أعين الناس فلا يراهم الناس، وجاء في سورة الناس من الجنة والناس، فمعلوم أن الشياطين لا يراهم الإنسان، وقد يتشكلون في صورة بهائم أو في حالات يأتون في صورة بعض البشر كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. والحاصل أن هذا ثابت في القرآن، لأن الجن يرون الشياطين، يرون الإنسان وهو لا يراهم الإنسان، لكن يتعوذ منهم ويستعيذ بالله. وورد حديث وإن كان ضعيف، ستر ما بين عورات بني آدم والجن بسم الله أو ذكر الله، وإن كان هذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم، ضعفه النووي والترمذي رحمهم الله تعالى، ولكن ذكر الله على العموم لا شك أنه يمنع الشياطين من دخول الأماكن، من المشاركة في الأكل، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هنا الأخت أم أحمد تقول لدي 4 بنات وابن، توفي هذا الابن وله أولاد، فتقول أنا أوصيت بوصية أن يوزع ميراثي على هؤلاء البنات وأحفادي من ابني المتوفى، وأن تكون كل هذه الأملاك تستثمر ويستفيدون منها ولكن لا يبيعونها، هل وصيتي هذه صحيحة أم لا؟ أولا إن أرادت أن توقف كل أملاكها فهذا لا يجوز،
وتضع شروط، سواء من هو الناظر وشروط لهذا الوقف. وفي بلادنا والله الحمد فضل الله ومنته ثم جهود ولاة أمرنا، هيئة الأوقاف نظمت هذه الأوقاف وضبطتها، فتخرج صكا من المحكمة بالعقار أو بما تملك، ثم تتجه إلى هيئة العقار وتخرج الإجراءات الرسمية وتضبط هذا الوقف. هذا إذا كان وقف. أما إذا كان تريد الوصية فلا شك أن الوصية ذكرت بناتها في الوصية، أي بناتها وأبناء. أولا لا وصية لوارث، لا يجوز أن توصي لبناتها. ثانيا إذا أوصت لأبناء ابنها أو بنات ابنها الميت الذين لا يرثون فلا تجوز الوصية إلا بالثلث فما دون، إلا إذا أجاز الورثة هذه الوصية. فتنتبه الأخت السائلة عن مسألة هل هذا وقف، فلها أن توقف ما تشاء وتضبطه بالإجراءات الرسمية التي ذكرتها عن طريق المحكمة ثم هيئة الأوقاف. وإن كانت تريد الوصية فلا يجوز أن توصي لبناتها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، فحق البنات الله عز وجل فرضه، وغيرهم من وحق غيرهم من الورثة أيضا فرضه الله عز وجل بأحكام شرعية. أما أبناء الإبن الغير وارثين فهؤلاء لا يجوز أن توصي هذه الأم إلا بالثلث أو أقل، إلا في حالة إذا تنازل الورثة وأجازوا ما زاد على الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن أبي وقاص الثلث والثلث كثير، عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يوصي وأن له مال وأن له لا يرثه إلا ابنه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. هنا الأخت أم محمد من تونس سألت عن الاضطجاع بعد سنة الفجر، هل تعتبر من السنن التي يواظب الإنسان عليها أم ما؟ هذه الاضطجاع كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، أما إذا كان الآن الرجل فالسنة للرجل أن إذا أذن إما يكون متواجد في المسجد أو يذهب مباشرة للمسجد، والمرأة إذا أذن إن أرادت أن تستريح قليلا ثم تصلي الراتبة ثم تصلي الفريضة أو تصلي مباشرة، فهذا هو الأفضل والأكمل. تسأل أيضا عن سنة وراتبة المغرب المداومة دائما على سورة الكافرون وسورة الصمد. هذا السنة، السنة ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة الكافرون وسورة الصمد، وورد أيضا بأنه يقرأ آية نهاية البقرة ومن أيضا سورة العمران. نعم. الأخت أم علي سألت عن خالتها أنها تصلي على كرسي في التحيات فقط، تستطيع أن تأتي بأركان الصلاة كلها إلا الجلسة للتحيات لأجل أن فيها حديد في أرجلها، هل لها ذلك؟ يقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فهي تصلي بحسب قدرتها ووسعها الذي تستطيع، فما دامت لا تستطيع أن تجلس إلا على كرسي فتؤدي كل الأركان، وإذا جل جلوس فتجلس على كرسي. هنا سؤال الأخت أم علي أيضا تقول إذا صليت مع الإمام لا أدرك أن أقرأ الفاتحة كاملة، ما حكم صلاتي وأنا لا أستطيع أن أقرأ الفاتحة كاملة؟ الإمام أولا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم أنه إذا سكت يسكت ليتنفس وليتخير من الآيات، ولكن لا يجلس ينتظر يسكت لينتظر المأموم ليقرأ. هذا نص عليه أهل العلم. فعلى الإنسان أن يبادر، المأموم من الرجال والنساء أن يبادروا ويقرأوا، إذا انتهى الإمام من الفاتحة اقرأوا ولو قرأ الإمام ما يتيسر، لأن قراءة الفاتحة ركن في حق الإمام والمنفرد والمأموم في الجهرية والسرية، هذا هو أرجح الأقوال،
لعموم قوله تعالى لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، وهذا قول اختيار أعظم الشافعية الشافعية واختيار شيخ الإسلام اختيار ابن عثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هنا أيضا الأخ أحمد سأل عن سؤال قريب من ذلك، يقول الإمام قد يتأخر في قراءة الفاتحة، يتأخر وهو يقرأ دعاء الاستفتاح، فيقول أشرع أنا في الفاتحة ثم يبدأ في قراءته، ماذا أفعل الآن؟ أنتظر وأكمل بعده؟ أنتظر لا تبدأ حتى ينتهي من الفاتحة ثم تقرأ. هنا أيضا بقي من أسئلة أم علي، سألت عن صيغة الاستغفار، ما هو الأفضل من صيغ الاستغفار؟ الصيغ متعددة، النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، والقرآن جاء فيه رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب، وجاء قوله تعالى واغفر لأبي إنه كان من الضالين، وجاء أمر النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا فاستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك، فهذه صيغ وردت في القرآن والسنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أستغفر الله في المجلس 100 مرة أو في اليوم أو كما قال صلى الله عليه وسلم 100 مرة. نعم. هنا الشيخ الأخ علي سأل عن أن ابنه يذهب يسافر، يخرج من البيت تقريبا مع أذان المغرب ويتجه إلى المطار، فإذا وصل المطار صلى المغرب والعشاء جمعا وقصرا ثم يعني سافر، هل له ذلك أو لا يجمع ويقصر إلا عندما يصل إلى وجهته؟ أي مطار؟ هو ما ذكر، ربما بعض المطارات تكون خارج. نعم، إذا كان يقصد مطار الملك خالد في مدينة الرياض فهو خارج الرياض، فإذا وصل ولو أذن عليه في الرياض إذا وصل المطار له أن يصلي المغرب 3 وأن يجمع مع العشاء ويقصر العشاء يصليها 2، لأن القاعدة أن العبرة بمكان أداء الصلاة لا مكان إدراك وقت الصلاة. فلو أذن عليه وهو في البلد وسافر فالصحيح أنه له أن يقصر ويجمع. والعكس بالعكس، إذا أذن عليه وهو في السفر ولم يصل حتى وصل بلده فليس له الجمع ولا القصر. وإذا كان بعض يعني المطارات تكون داخل البلد، إذا كان أحسنت، إذا كان المطار داخل البلد فلا يجوز له ذلك. هنا أيضا من أسئلته يقول يعني لا يجوز له الجمع في هذه الحالة ولا يقصر لأنه ما زال في بلده، لأن المسافر يترخص برخص السفر إذا فارق بلده. اختلاف نية المأموم مع الإمام، يقول قد يدخل الإنسان مأموم خصوصا إذا كانت في طريق سفر أو غيرها، يأتي يدخل لا يدري الذي أمامه هل سيصلي الظهر أو يصلي العصر، هل هو يعني يقصر أو لا؟ يجوز أن يصلي العصر خلف من يصلي الظهر، ويجوز أن يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء، والعكس بالعكس، كل ذلك جائز، وهذا يدل له صلاة معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم العشاء، فتكون لمعاذ نافلة ولهم فريضة. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، قال أهل العلم فلا تختلفوا عليه، المقصود الاختلاف في الأفعال، وهناك من أهل العلم من قال الاختلاف في النيات، لكن هذا ضعيف، فيجوز أن تختلف نية الصلاة، صلي الظهر خلف من يصلي العصر والعكس بالعكس، والمغرب خلف من يصلي العشاء بالعكس بالعكس، لفعل معاذ رضي الله تعالى عنه وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له في ذلك. عليه الصلاة والسلام. هنا الأخت أم محمد تقول خالي بالرضاعة، هل أخوات هذا الخال تحرم على أخواني فيكونون خالات لإخواني، أو أن الارتباط فقط بيني وبينه؟ الذي أرضعت، اللي أرضعت أمها أي أرضعت الخال، فهو أو جدته تقول خالي بالرضاعة، فأخواته تقول هل يعتبرون أخوال لإخواني أو أخوال لي أنا فقط؟ مدام أن أمها أو جدتها أرضعن إحداهن أرضعت هذا الرجل، فكل
أبنائهن وبناتهن إخوان وأخوات له. أما أخواته من النسب وإخوانه من النسب فليس لهم قرابة بهؤلاء. فالحرمة تنتشر في جانب المرضعة وليس في جانب المرتضع. المرأة التي رضعت هي التي ينتشر المحرم الحرمة فيها، فيكون محرم لبناتها وأخ لأبنائها وبناتها. سألت أيضا تقول هل هناك صلاة بعد نافلة المغرب بعد الراتبة؟ جاء عن بعض الصلاة عن بعض السلف عفوا التنفل بعد المغرب، ومعلوم أنه من النوافل المطلقة، وبعض أهل العلم قال بأنه يبدأ وقت قيام الليل، ووقت قيام الليل على الصحيح أنه لا يبدأ إلا بعد صلاة العشاء، لكن ورد عن بعض السلف التنفل بعد المغرب وجاءت بعض الآثار ولا بأس بذلك. أحد الأخوات تقول عندي سائق وأحيانا لا أجد من يركب معي في السيارة ليكون محرما لي، علما بأن مشاويري داخل المدينة، فهل يجوز أن أركب مع السائق لوحدي؟ أهل العلم لهم قولان في هذه المسألة، منهم من منع ذلك وقال بأن هذا خلوة، قال بأن هذا خلوة، واستدلوا بالعمومات التي جاءت في نهي المرأة أن تسافر إلا مع رجل إلا ومعها زوجها وأبوها أو أخوها كما جاء في بعض الروايات، ولا تسافر إلا ومعها محرم. فأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلو رجل بامرأة أجنبية إلا كان الشيطان ثالثهما، فيقولون بعدم الجواز. وهناك من أهل العلم من أجاز ذلك وقال داخل الضرورة السيارة مكشوفة ولا يتحقق بذلك أن يكون هناك خلوة، فهذا خلاف من أهل العلم. أشكركم شيخ سعد في ختم هذه الحلقة. شكر الله لك وللأخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات ولجميع الأخوة في فريق البرنامج. شكرا لكم أنتم أحبتي الكرام، وصلنا بكم إلى ختم حلقتنا، حتى الملتقى بكم في حلقة قادمة. أستودعكم الله، دمتم بعفو من الله وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سل العلماء من ورثوا الكتاب، بهم بان الهدى نورا وطابا، وفقه الدين منهم نرتجي ونستفتي، فيهدون الصواب ونستفتي فيهدون